إنجاز سعودي عربي، إنجاز لكل العرب، شعور جميل، حدث تاريخي، كأس العالم حدث استثنائي حقيقة. اليوم سعداء جدا يعني. ان شاء الله نحقق كاس العالم وكل الدول العربيه تاهل كاس العالم. يعني الشعور لا يوصف وكثير بجنن، وهدول اخواننا وقرايبنا واولاد عمنا، وان شاء الله ياخذوا الكاس باذن الله وبيستاهلوا، واللي عملوه اليوم يعني ابداع بصراحه، فخر لكل العرب.